كاميرات عين التنين عالية الدقة، اكتشاف سريع للتهديد من أبعد مدى، ورصد التهديد من بعد 20 كيلومتر وتكبيره 12 مرة. يعتبر نظام عين التنين النظام الأكثر تطوراً لشركة أسلسان، التي تملك العديد من الكاميرات الكهروضوئية التي أنتجتها لأداء مهمات الكشف والمراقبة. وبدأت شركة أسلسان بتطوير النظام قبل 6 أعوام، ومع انتهاء أعمال تطويره وتجريبه باشرت بالإنتاج السريع للنظام قبل 2 عامين. ويتألف عين التنين من كاميرا حرارية عالية الدقة، وكاميرا للرؤية النهارية طويلة المدى، ومقياس مسافة بالليزر، ومؤشر بالليزر، وجي بي اس، ودي ام سي، وعدسة اف 4. وتقدم عدسة اكس 1 رؤية بمعدل 1.44 في 1.8 درجة في النطاق الضيق، وبمقدار 4.8 في 6 درجة في النطاق المتوسط، وبمعدل 28 في 35 في النطاق العريض. وتوفر الكاميرا الحرارية التي تتمتع بدقة 640 في 512 القدرة على رؤية ليلا ونهارا، وتبلغ مدة تبريد الكاميرا الحرارية 7 دقائق فقط. ويعد مقياس المسافة بالليزر أحد أهم عناصر عين التنين، إذ بإمكانه تكبير صورة الهدف بمقدار 12 مرة، وتحديد الموقع من على بعد 20 كيلومتر بمعدل خطأ 5 أمتار فقط. يستخدم عين التنين بشكل فعال كمنظار كهروبصري لأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات المدمجة في المركبات العسكرية. كاميرات عين التنين عالية الدقة، اكتشاف سريع للتهديد من أبعد مدى، رصد التهديد من بعد 20 كيلومترا وتكبيره 12 مرة.